لاباس عليكم، كلشي مزيان، اماكم هانيه، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، تكونوا في احسن الاحوال. فيديو جديد معكم اليوم ان شاء الله بحول الله، نهار جديد، طونتين جديد، اي حاجه درتها اكيد بارطاجها معكم. عفاسي كنغبى عليكم، بقيت هطلع عليكم في لي فيديو، ما بقيتش كنلوح فيديوهات بزاف كما كنت شحال هادي، ولكن مع الوقت وصافي، وفاش كنلوح فيديو ما كنلقاش واحد التفاعل، ما كنلقاش يعني مشاهده هابطه بزاف بزاف بزاف، ما كنلقاش واحد الدعم، ما كنلقاش ايوا صافي. قلت علاش لا، انا كنضبط معاه وكنخدم معكم، عارفين اللي داير قناه واللي داير يوتيوب، عارفين بحق الهضره اللي كنقول لكم، يعني انا كنضبط تما كتقلبي شنو دي هادي 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 المونتاج، قطع هادي، حيد هادي، كبل هادي، الصوت دي هادي، اما ساعش اليوتيوب اللي كتجي ديك 9 دقائق ولا 10 دقائق ساعه كيقول كي وصافا كيف والو، ايوا يحتاصف بلاصنا، والله اللي داير قناه هي اللي غادي تحس بهاد الهضره. المونتاج تسناي فيديو شيت مونطا، وهادي مهم علينا، وفي الاخر فاش كنلوحوا الفيديو ما كنلقاش واحد التفاعل، ما كنلقاش مشاهده، دونك بحال خدامين هكذاك وصافي. واصلا هادي شي 3 شهور ولا 4 شهور واخا كنخدم كانوا موقفين عندنا الاعلانات، يعني عندنا واحد النسبه قليله في الاعلانات، يعني ما كاينش واحد المدخول. ايوا صافي، هادشي اللي خلاني انني عكست ما كنلوحش فيديوهات وصافي، ولكن ان شاء الله بحول الله كنوعدكم دابا غادي نجيب واحد الطاقه ايجابيه جديده، غادي يكونوا فيديوهات جداد، روتينات، فلوغات، ان شاء الله بحول الله الحيويه والنشاط. ما نخليكم بلا ما نطول عليكم في الهضره، كيف ما كتشوفوها باقا دايره الفوطه، يلاه دوش طبشه بواحد تدويشه فعلات هكا صافي. بس بيجاما بدا كيبان الحال شويه هاد الايام مع طاحت الشتيوا، اي والله حمنا يا ربي عطانا شي شتيوا على قد ننفع يا ربي، الوقت بغات الشتا. او صافي لبست بيجاما سخيخنا ودوش واحد التدويشة ضرب شفا على ساكا، حمام مغربي على حقو وطايقو، واش عا باقي فازك دايرلو غير الفوطا، تخش من الدوش وكنت نهضر معاكم، ندير معاكم مقدمة وعاد نكملو لا فيديو مع بعضياتنا، نشوفو شنو غادي يكون في هاد لا فيديو اليوم. كيف ما كتشوفوا شعاع باقي فازك، وانا ديجا ديال شعاع يعني بارتي غير غادي ندوز عليكم دابا السوشوا، حيت نشيفه خفيفه وصافي، كيهبط الليس كيهبط مصاوب وهذا. ايوا عاد غادي ندوز نصوب هاد الفاتامول لو حالته، مسحت هذيك الصباغه اللي كانت، ايوا نعساني شويه باصنا. المهم اللي دارت في هاد لا فيديو، اما الغزالات ديالي اكيد اللي دارت في هاد لا فيديو اكيد غادي نبارطاجيها معكم، خليكم معايا، بوسه ليكم كاملين، يلا هنا كاين الاضاءة بزاف. المهم البنات هنايا غادي نشف شعرك دابا بالفطة شوية وعاد نكمل بالصشوة، اصلا بدا كينشف، شفتو والله على هاد البارتين كيهنيك، دابا باقي فازقة من الدوش هاهو هابط، ما كاين لا مشوك لا تا شي حاجة كتهناو والله. غادي نديرلو شويه ديال الصاوم، هاد الصاوم خاص بالبروتين، شفتو كيراتين كولاجين، هذا خاص ب لي كيدو هكذا بروتين، و تا لي شعر معادي كلما يدوه كيهبط الصبغ زواون صافي. غادي نشف شعري، غتشوفي وحده يحك كتحمق مزال، ها نتوما شوفوا الزغبه كي كتحمق، هاد الشبقه ما شفتوش الزغبه هابط، هانتوما البنات شفتو على لا بريونس فيه، هاد الشبقة ما شفتوش داتها الساوم، شوفو الزغبة كي هابطة زوان بصح، هاد الساوم فيه واحد الرائحة كتحمق. المهم دابا غادي نشفو شوية ونكمل معاكم، ناخد السشوا
البنات حتى نشوف هكذا شعر ونوريكم النتيجه فينال. خليكم معايا. البنات هنا كيف ما كتشوفوا دوزت على شعر هاي هيت نشيفه خفيفه هكذا بالسشوار، شفتوا كي كيخرج هاد الشيء ما دارت له لا بغوص لا حتى شي حاجه، ها السشوار نشفتو دغيا بزاف ماشي تا ما كملش حتى 5 دقائق شوفوا كي كيخرج، شفتوا على لا بغيونس كتبان فيه كيخرج صراحه يا سلام سلم والله على هاد البروتين وهاد الكاراتين وهادشي كيهني كمن ديك الصالونات سواجي ودابا الشتا والباد وهادي والله الا كتهني صافي واخا ما نديرش له الصشوا غادي نشف غادي نشف هكا هانتوما نقولوا لي كي جاكم في لي كومونتير هو هذاك تبارك الله تبارك الله ما شاء الله ماما الحبوبات ديالي خليكم معايا اللي دارت في هذا الفيديو اكيد نبارطاجها معكم انتما معايا ماما البنات هنا صوبت الميك اب المهم ميك اب خفيف كما ديما كيف ما كتشوفوا داكشي عادي جدا هذا هو المكياج ديالي اللي كندير دائما صافي شعر ديجا صوبت شويه نشفتو شاركتو معكم في اول لا فيديو ايوا دابا غادا نلبس حوايجي ونوريكم النتيجه فينال هانتوما معايا صافي البنات هنا كيف ما كتشوفوا لبست هاد الجين وهاد كابيش سخاخن بصعيب بوحديتو بلا جاكيطه بلا والو وصافي وصاوبت حالتي وهانتوما معايا البنات كيف ما كتشوفوا دابا ساليت الميك اب بدات ميك اب خفيف هذا هو المكياج ديالي انا ديما هذا هو المكياج الاساسي عندي شحال جمع شويه هكذا باندا ما بغيتش نطلقو حيت لابسه سبور ما بغيتش نطلقو وصافي لبستي هذا الكابيشون والجين وواحد البوتين هذا مكان هذا الشيء كله ما قلتش لكم فين غادي ما كيف ما كتشوفوا دابا الويكاند ايوا نمشيو شويه عند لا فامي دوز هذا الويكاند غادي عند بنت اختي ايوا هذا ما كان مهم اي حاجه نبارطاجها معكم في هذا الفيديو خليكم معايا ها نتوما البيسه كيف ما كتجي صافي الجين وهاد كابيشو وهاد البوتين كيلبت هذا مكان
صافا البنات هنا يعني وصلنا عند بنت اختي، المهم لقينا مصاوبه الكوتي، يعني مصاوبه مسمنات على حقهم وطايقهم تبارك الله، هي بالزبده كيشهيو ومقابلين ما نقول لكمش تبارك الله الحداقه. وهذه واحد بسبوسه تركيه دابا نشارك معكم ان شاء الله شنها الطايقه، عامه بواحد الحشوه بائده وجات زوينه. هذا واحد الكيك توا كامل بالشوكولا نوار تا هو جا كيشهي. وهادو لي زاكسيسوار ديال الطبله، املو، زيت، جبن، زيتون، زبده، كونفيتور، راكم عارفين المائده المغربيه الشوكولا. ولكن هذيك البسبوسه التركيه جات كتحمق، وواحد الصوينيات اتاي، واحد الصوينيات القهوه على حقها وطاقه تبارك الله الحداقه والتاويل، الله يعطيها صحتها ويخلي لها وليداتها فيما كنمشيو عندها كتكبر بينا وكتفرح بينا صراحه. وهاد البسبوسه عطاتني الطاقه شنو غادي نشاركها معكم، جات عرفتو باده وفيها واحد البنه زوونه، ومن الفوق دات لها هي الكوك والكاكا، المهم تزيين كيبقى اختياري. ايوا دابا غادي نديرو الكوتي وغادي نشارك معكم ان شاء الله بحول الله العشيه وبالليل شنو دارت لينا وفرحات بينا وكبرات بينا. خليكم معايا في هاد لا فيديو، اي حاجه نبارطاجها معكم اكيد. هنا بالنسبه للعشاء، هذا الطنجره كدير واحد الطريقه، كدهنو بشويه ديال هكذا زيت العود، كدير خطاطه ديال زيت العود وفصوص ديال الثوم من الفوق، وكتقسموها كتب بحال دي مخصو وكتدخلوا الفرن. باش كتدخلوا الفرن كتحيد هذيك الحشوه الوسطانيه مع الثومه وكتمعكم مزيان مزيان مزيان. هنا درت التكتوكه، الفلفله مشويه ومطيشه مشويه وداكشي مع قصبة معدنوس والتوابل. وهذا هو داك الحشوه ديال الدنجال، كتمعك مزيان هي وديك الثومه، كتزيد عليهم التوابل شويه زيت العود، البزار، الملحه وداكشي. بالنسبه للتكشوكه هنايا كانت موجوده، وبالنسبه للدنجال حتى هو معكاتو في المقيله وصوباتو، وغادي تعمر به هذاك الدنجال اللي خوات، فهمتوني؟ يعني الفيديو موضح عصب بعصب هذاك الدنجال اللي حيدات من هذيك الحشوه باش كتصوبها بحال زعلو، كتماكا وهذا كتزيد عليها الفخوماج وموتزاريلا من الفوق، وكتعاود تدخلها للفرن تيجي بحال كغاتان، كيجي هكذا مقبلات مع العشاء ولا مع الغدا كيجي زوين. صافي كتدخلو للفرن هي كيتكغاتينا وكيدوب هذاك الفخوماج عليه صافي وكتخرجو. وهنايا غادا ندوزو نصابو سلاد مهم عاونتها، هنايا سلقاتو زدت مع المايس الطعم وزدت مع الطون شويه الملحه شويه البزار والمايونيز، صافي كتخلط كل شيء. وبالنسبه للسلطه هي ما بغاتش ديها باده، دات كل شيء صوطي بشويه ديال زيت العود والزعتر وزعتها والتوابل، عندها تبارك الله التوابل داكشي باش كتصوط الخضره، وهذه منسمات عندها الاشكال والانواع. هذه هي سلطه داتها اوز الوسط، سلقات القوق تا هو عمرتو لانشون وكاشي مع المايونيز، طحنات المايونيز، كلشي صنع يديها، كلشي كتصبو في الدار. صطنا الخضره هنايا، البابا، هذه خيزو، اللوبيا، المهم جميع الخضر. هذا هو الدنجال اللي صوبات، وقنا مصوبه بالقنا مع ديك التكشوكه تاع هي حطاتها الوسط وزوقات هذاك الدنجال مع الجنب. وهنايا البروكولي والشفاول والبطاطا والكاكوجيت واللوبيا وخيزو، ودانا الخيار هكذا مع الجنب. وهم هاد الخضره كلها صوطي، جات واحد السلطه سخونه مع اصلا بدل الوقت كيبعد شويه. صافو زوقنا مطيشة سوغيز، وجا واحد البلا هي كما ما عطيتش حقو، اما تبارك الله واحد البلا عامه. وهنا مسكينه دارت لنا الدجاج محمر بالليل بالطغمية، داك الشيء ديال العاسات على حقو طايقو، الخبز هو تبارك الله ديال الصاع ديال الدار. مهم والديسير، الديسير ما قديناش عليه والله القسم، شبعنا تبارك الله. ولا غد لينا عاوتاني في الغدا دارت لنا اللحم بالباقوق محمر ومعسل بالباقوق والاناناس والمشماش والكيوي، مهم جا واحد الطبق هائل تا هو جا لذيذ، الله يعطيها صحتها تبارك الله، عندها طيب زوين وبنين. وصافي وقسنا دوزنا عندها الويكاند، وفي العشية خرجنا، وهنايا دانا اللعاب حداهم هكذا في الإقامة، دو السجاد وليداتها كيلعبو واحد شوية، وهنايا واحد الطبيعة حداهم. يا سلام شاركت معاكم هكذا الأجواء، هي باقا الدنيا ما طيحاش حتى، باقا الدنيا ناشفة، الله يرحمنا بشي شتيوة يا ربي وعطاني على قد نفه. حدا واحد الطبيعة واحد المناظر زوين كتحل الشاجم على الطبيعة، الهواء باقا حدا زواونا هنايا. وفي الريزيدونس كان اللعب ديال الوليدات وداكشي سيكوريتي وداكشي زوون. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ولا عجبكم ما تنسونيش من اللايكات وبارطاج مع العائله والاصدقاء الا عجبكم الفيديو، كنتو غاديين على المحتوى. وخليتكم في امان الله مع فيديو جديد ان شاء الله. باي باي عليكم. واللي ما عمره ما شاف القناه ديالي، نتمنى منك اخويا ولا اختي تابونا باك على الزر الاحمر ابوني، وفعل الجرس باش توصل بكل جديد ديالي. خليتكم في امان الله مع فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.